وينضم لنا من السودان عاصم اسماعيل الصحفي والمحلل الاقتصادي، اهلا بك. اذا كانت بالامس جلسه لمجلس الامن حول السودان، برايك ما هو الدور المنوط بالمجتمع الدولي لتخفيف معاناه السودانيين تحديدا الانسانيه؟ طيب شكرا جزيلا. هي المساله المهمه جدا انه المجتمع الدولي اساسا يعني بعد ان سحب كل بعثاته الدبلوماسية والمنظمات التي عملت في السودان أو التي ظلت تعمل لفترات طويلة، يبدو أنه هنالك يعني تقاصرت الأدوار في دعم المجتمع السوداني، باعتبار أن الحرب لا زالت مشتدة ومستعرة ما بين الطرفين في السودان، وهذا بالتأكيد أنه يقف عائق كبير جدا في مسألة العمل الإنساني داخل السودان. ومهما عمل المجتمع الدولي فإن لم تتوقف الحرب كليا في السودان فإن دوره سوف يتغازم في الأيام المقبلة، وهذا بالتأكيد سيؤثر تأثير سالب على كل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في السودان. ولذلك أعتقد أن أولا المهمة الأولى في السودان هي إيقاف تام بالنسبة للحرب المستعرة ما بين الطرفين، سواء كان الجيش أو الدعم السريع أو بعض الميليشيات الأخرى التي يعني تظهر بعد الفينة والأخرى ما بين اتهامات متبادلة ما بين الطرفين. ولذلك أنا أعتقد أن عدم إيقاف هذه الحرب سيطول أو سيطاول الأمد بالنسبة للأزمات الاقتصادية والإنسانية في السودان، بالإضافة لتدهور كبير جدا في البنية التحتية. الآن الخرطوم، ولاية الخرطوم بمحلياتها الثلاث، لا تستطيع أن تتواصل مع بعضها البعض نسبة لإغلاق تام بالنسبة لي الكباري الواصل ما هذه المدن، وهذه برضو من الإشكاليات الأساسية التي تمنع تدفق العمليات الإنسانية والعمليات الاقتصادية أو حتى المؤن التي يعني لم تصل إلى بعض المدن نسبة لإغلاق الطرق الواصلة ما بين المدن. ولذلك أنا أعتقد أن الأزمة الإنسانية كبيرة جدا سوف تكون في الفترة المقبلة في الخرطوم، خاصة وأن هنالك بقايا من الجثث لا زالت متحللة في الطرقات العامة، وبقايا أيضا من الشظايا ومن كثير من الأشياء البيئية الملوثة بالنسبة للخرطوم العاصمة. ولذلك نجد أن هذه الأشياء مجتمعة إضافة إلى نزل الحرب الدائرة ما بين الطرفين جعلت كثير من المواطنين بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 70% يغادرون العاصمة الخرطوم تخوفا من نزول كارثة بيئية وكارثة اقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق حتى الآن لكثير من الأسر السودانية التي تعتمد في رزقها اليوم باليوم.